أسطورة 35 الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. تحت هذه الجهة، تحت هذا العنوان، أقول عنوان المشرق الذي جاء في الروايات التي صدرت في المدينة والتي أشار فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهة المشرق وفتن المشرق ورأس الكفر وقرن الشيطان من المشرق، فإنه وحسب الخريطة والخرائط يكون المراد بالمشرق شرق المدينة المنورة، والتي تشمل ما يعرف حاليا من أسماء مثل الرياض، ثم قطر والبحرين، ثم شمال الإمارات، ثم محافظة سيستان، جنوب شرق إيران، ثم الباكستان، ثم الهند، ثم بنغلاديش، ثم ميانمار بورما، ثم الصين. أما العراق فموقعه شمال شرق المدينة المنورة، وبزاوية تزيد على 45. أما العراق فموقعه شمال شرق المدينة المنورة وبزاوية تزيد على 45 درجة، فيكون العراق أقرب لشمال المدينة من شرقها، وهذا واقع محسوس كواقعية كروية الأرض وواقعية دوران الأرض حول الشمس. فهل يعقل أن يخطئ الوحي الإلهي في معرفة جهة طلوع الشمس فيصرح ويشير إلى أن طلوعها من الشرق بينما هي تشرق من الشمال؟ حسب أتباع الوهابية أن هذا لهو الضلال المبين والبلاء العظيم. وإذا كانت الشمس تطلع من الشمال، فلماذا قالوا عنها شروق حتى في السنة الشريفة وفي القرآن المجيد؟ ولماذا لم يطلقوا عليها ما يناسب الشمال وطلوعها من الشمال؟ خرافة بامتياز. خطوة أخرى، أقول عنوان نجد الذي جاء في الروايات وفي الآثار وكان عادة مورد تطبيق روايات المشرق والفتن وقرن الشيطان ورأس الكفر، فهو ما يعرف سابقا باليمامة، وهو واحد من أهم أقاليم شبه الجزيرة العربية، ويقع شرق إقليم الحجاز. وفي مصطلحات اليوم فإن الرياض تعتبر مركز إقليم نجد، بين قوسين اليمامة. الجهة السادسة، أضاع المشرق القرآني والنبوي. أضاع المشرق القرآني والنبوي في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول، وذكرنا هذا المقام الذي نقتبس منه في الجزء الأول من صفحة 15 إلى صفحة 23. قال ابن تيمية: ثم قال الرازي: وإني وإن كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق، إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم، إلى أن يقول: فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية، فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الدار وتباين الأقطار. قلت: أي تيمية، وفي إظهاره من جهة المشرق ما لم يرد به الكتاب والسنة، بل يخالف ذلك مطلقا. يقول وفي إظهاره من جهة المشرق هذا لم يرد به كتاب ولا السنة، لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لم يرد به الكتاب ولا السنة، لا يريد به الكتاب ولا السنة، لم يأتي به الكتاب ولا السنة، بل أكثر من هذا، يقول: بل يخالف ذلك مطلقا من اجتناب ذلك واتقائه، حيث تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بأن الفتنة ورأس الكفر من المشرق، إلى آخر المقتبس. أقول هنا تعليق: قول تيمية وفي إظهاره من جهة المشرق ما لم يرد به الكتاب والسنة، بل يخالف ذلك مطلقا من اجتناب ذلك واتقائه، لا يتم مطلقا. هذا قول تيمية، لا يتم مطلقا، حيث ورد عنوان المشرق في السنة النبوية كما ورد كثيرا في القرآن، ورد وليس بعنوان الفتنة ورأس الكفر وقرن الشيطان، لا، أتى بعناوين أخرى. أقول: لا يتم كلام ابن تيمية مطلقا، حيث ورد عنوان المشرق في السنة النبوية الشريفة
كما ورد كثيرا في القرآن، فعن أي مخالفة وأي اجتناب وأي اتقاء يتحدث ابن تيمية ويعترض على الرازي. فأعطينا عنوان أضاع المشرق القرآني والنبوي. أقول في كتاب الله العزيز قال سبحانه وتعالى عدة شواهد قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة مشرقين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقال تعالى قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وقال سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فأسأل التيمية هل ينطبق هذا على الملك العادل الذي مدحه الرازي وأيدت مديح الرازي وزدت مديحا له، فلماذا تنفي عنه المشارق؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. نعم لقد أضاع ابن تيمية المشرق القرآني والنبوي.